السلام عليكم، مرحبا بالناس اللهم راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الجزائر. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني ماشي يكون على بالكم باللي انتظروا هزائم يعني مذلة وعارضة جدا أمام منتخب مصر والمغرب على تاع الإيديسات، على تاع الإيديسات. حنا قبل لا نبداو جماعة ما تنساوش بارطاجيو الفيديو تاعنا ماكسيموم، وزيدوا اعطونا على الاقل 1000 جيم باش نسقطوا هذه التبليغات تاع ذو النجاسة. هذه هي وين انتهى كل شيء، خسارة مذلة امام المنتخب متواضع، منتخب تونس اللي منقولوش متواضع بصح سيلا لعب لنا حسب يعني الاعلام التونسي وكلش قال لك يعني راحوا يعني منقوصين بزاف، وزيد حتى وين لعبوا لنا ب10 وربحونا بهدف لصفر. منتخب جزائري منتخب بارد غير موجود بتاتا، غير موجود غير موجود بتاتا، يعني حاجه ما كاش، يعني منتخب نهزمنا هزيمه مذله أمام منتخب متواضع، هزيمة دون مقاومة ودون أي محاولات جديدة لتعديل رغم اللعب المنافس ب10 لاعبين. نقولها لكم ونعاودها لكم، انتظروا هزائم عارضة جدا أمام منتخبات المغرب ومصر، بما أن المنتخب الجزائري يقوده طاقم فني مغمور لا ندري ما هي يعني إنجازاتهم من قبل وأين درب، والتشكيلة كلها لاعبين محليين، نقولوا باللي لاعبين تاع تيك توك ينشطون في أندية يعني ليس لهم لياقة بدنية ولا مستوى ولا فنيات، ويلعبون بكل برودة، يلعبون بكل برودة، يعني ما تقول الثلج طايح على قوايبهم، تقول معمرين روحهم بالثلج. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هادو حافظين قساما كيسموك هذاك هذاك اللي قال لك بلي انا هو خرية الدفاع تاع ليك ناسيونال، ماشي صخرة الدفاع، هذا كيسموه اللي قال لهم بلي لي زيميغري ما يغنوش قساما ومنا، بالك هو مشي حافظها، بالك ولدو مشي حافظ قساما، هذاك كيسموه هذا. مالك صاحبي مالك، واو لله، هيا هادو حافظين قساما، حافظين قساما، نقول لكم نتوما حافظين قساما، حافظين أنشدة يعني 5 أجزاء، مقاطع الخمسة الكل، مقاطع الخمسة الكل، حافظينهم يا خويا، حافظين الستين. ما يعينوكمش وما يستحروكمش من بعد اشتاق ولا حدث في الاعلام الجزائري. روح عندهم صاروا خسروا ب5 مديري الهول والهوال، تخسر ب5 قالوا تخسر ب5 ولعبهم صار وتما. المنتخب المغربي قوي جدا، المنتخب المغربي قوي جدا، انا نهضروا في الرياضه ما تقولوا لي السياسه، راني نهضركم في الرياضه، على بالي نتوما الشكامه تاع العصابه تاع سيدي موسى كتبونا نهضروا كيما كيجي يقول لك شوبي راه يشكر في المغرب، راني نهضر في الرياضه، راني نهضر في الرياضه، على بالي انا نعرفكم كي دايرين، نعرفكم كي دايرين، واه لله. سمعتوها ولا ما سمعتوهاش؟ بما ان المنتخب الجزائري يقوده طاقم فني مغمور لا ندري ما هي يعني انجازاته من قبل واين درب، والتشكيله كلها يعني لاعبين محليين تيك توك ينشطون في أندية
عندي ما نذكرهمش، خلينا على بعد. ليس لهم لياقة بدنية ولا مستوى ولا فنيات، ويلعبون بكل برودة. عيب لاعبين مثل هؤلاء يمثلون الجزائر. لاعبين مغتربين أحسن من لاعبين محليين من كل النواحي الفنية والبدنية والتكتيكية، ويلعبون بحرارة وعزيمة ويغيرون على الراية الوطنية. واو لله، عيب عليكم يا صاحبي. همالكم اولا لعاب، شو 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 نجي بالكم شو همالكم لعاب اللي لعبوا البارح. غارديا باراد صعد الدوز اللي ليفل السانك في ظهره ستيف الكاب هذا باراد واحدة، شاتشو باراد واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة. ودي نقولكم كلمة قسما بالله، وعاد قال لي كيفاه امام منتخب، انا خرجت درتها في الفيسبوك كتب لي، قال لي كيفاه امام منتخب متواضع واللاعبين تاعهم كامل محترفين غير المنتخب تاعنا المحلي كامل. صح، خلينا تقول لي باللي منتخب تاع تونس كاع محترفين، علاه انت ما عندكش الجاليه الجزائريه في الخارج؟ ما كاش ما يجيبوهمش. واو لله، ما يجيبوش. على بالك باللي المنتخب التونسي، على بالك باللي المنتخب التونسي، غادي تنقول لك وين المنتخب التونسي. اروح حبس ما تقاش تروح، اروح ما تقاش تروح. ولا منتخب التونسي، حسني زين الدين هذا جزائري، الاب تاعو جزائري يلعب مع المنتخب التونسي، وإلياس المختار مع المنتخب المغربي لعب ضد المنتخب المصري. هذا ثنائي ذو اصول جزائريه يمثل تونس والمغرب. اسكت الله يرحم الشوابين. اسكت، روحوا عند معطاوي يدير لكم ابيات شعريه. روحوا والله لا بصح، روحوا عند معطاوي يدير لكم ابيات شعريه. انا نقول لكم روحوا عند معطاوي يدير لكم ابيات شعريه، دمروا بها شدوا بها رواحكم. انا نقول لك روحوا عند معطاوي، سعفوني روحوا عند معطاوي هيا يدير لكم بها ابيات شعريه هاكا استقاليه. كرهت والله لا كرهنا على بالك، انت كل شيء كلش باين صاحبي، كلش باين مالك. واحد قال لي صادي، قال لي تبع غادي صادي ما يتبعك تاع قاعد كيما مي كان زاتشي دير له يقولوا شي كاين تاع رمبوس تاع ايديسات، حط لي شو قائمه تاع بارادو ايديسات حطهم. روحوا سقسوا حسين اشيو لو كان يهدر. هذه حسين اشي وكو يهدر، روحوا عندهم، روحوا عند حسين اشي ولو كان يهدر والله العظيم. انا نقولها لكم روحوا شوفوا، او هضر بلا 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 كاش بلا 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 بلا. حنا من نشوفوهم في التيك توك راهم يديروا تربص، يقول لك منتخب وطني ايدي سد دخل في تربص مغلق. روحوا شوفوا في التيك توك، روحوا تطيح نورمال عادي، طيحوا لي دير السينمات بهديله، دير انت بهديله وعجبتهم، عجبتكم نورمال. وكي كومونتي انا عاد نقول له روح ولدي ترقد ولا يجيك، انت اش دخلك؟ هو ها وراكم، ها وراكم، وراكم
راكم داخلين في حيطان، ولا راكم داخلين في حيطان. شو كيفاش خاش كي نتونا هادرو معاكم نورمال عادي.